جدل واسع في الأوساط الأدبية دار خلال الفترة القريبة الماضية وما زال مشتعلا حتى الآن بخصوص إحدى دور النشر العربية وتعامل المؤلفين السعوديين معها أو تعاملها معهم، منقسمين بين من يراها لا تفي بوعودها إلى الحد الذي وصفوها فيه بالاحتيال وعدم الالتزام بالكثير من الاتفاقات المبرمة بينهم والعهدة على من كتب وروى، وبين من يصف تجربته معها بالناجحة ولا يرى إشكالا في وعود الدار، وما بين النفي والإثبات ظلت أسئلة عالقة ومواجهات لا بد منها وتفاصيل غامضة بحاجة إلى من يزيح عنها الستار. يا هلا يفتح هذا الملف ويجمع كل الأطراف في محاولة لفهم الصورة كاملة وواضحة وشفافة دون ضبابية. للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن تنضم إلي في الاستديو الروائية السعودية منيرة سعد، كما ينضم إلي من استديوهاتنا في جدة الكاتب والأديب عمرو العامري، وسيلتحق بنا عبر الهاتف صاحب دار السكرية في مصر الأستاذ محمد سلامة، بالإضافة إلى الكاتب السعودي محمد ربيع الغامدي. أرحب بضيوفي أولا. أستاذ منيرة حياك الله في الله. أهلا. يحييك يا رب. أهلا بك. الحديث يمكن كثير كان في الفترة القريبة الماضية عن هذه الدار، أنت واحدة من الناس اللي كان لهم تجربة مباشرة، ليتك تحكيها لنا. بدأت تجربتي عن طريق الفيسبوك، الأخوات والأخوان من الكتاب والكاتبات أعجبوا بهذه الدار، فقدمت إلى محادثة محمد سلامة عبر الرسائل الماسنجر في الفيسبوك، فكانت العروض جدا مغرية بالنسبة لي، لم يعني أجدها موجودة في جميع الدور، كانت الطباعة جدا رخيصة، نسبة النسخ كانت عالية، كانت العروض إن التوزيع كانت من بين 197 مكتبة في جميع أنحاء الدول العربية، كذلك المشاركات في المعارض العربية تقريبا 14 معرض، وكذلك 8 معارض أوروبية، كانت فرصة لي أني أشارك في هذا المعرض، في هذا الدار أني أشارك معه. طيب وش اللي صار بعدين؟ بعدها قدمت المحتوى وعجب فيه، وبدأ قال لي خلاص ارسلي المبلغ للطباعة، وفي فرصة كانت سريعة جدا طبع عشان ما تطلع الحقائق أكثر، كانت الطباعة سريعة، واستغربت أن المحتوى على طول يعني عجبه في خلال يوم، يعني ما قال والله بجلس يعني أسبوع لقراءته، يوم واحد رد علي بالموافقة، بعدها طبعها وأرسل لي، فاستغربت أنه ما أرسل لي نسخة لقراءتها أو تدقيقها أو تغيير المحتوى، نفس ما أرسلت له المحتوى نفذ بنفسه دون تدقيق دون تغيير في التصميم الصفحة، يعني استغربت. فكان أيضا الغلاف أنا طبعا هذه هي النسخة اللي طبعت على الدار، هذه النسخة نعم. طيب. حتى تصميم الغلاف تصميم زميلة لي هي اللي مصممتها، فكتب أن التصميم لأحمد بن هساوي، يعني ما هو اللي مصممه، فحتى أني قلت له على هذا الشيء، قلت الغلاف لازم يتغير، الغلاف مرة سيء ورقته، ويتغير الاسم اسم المصممة. طيب. فقال إن شاء الله راح أضبطها وما أدري إيش، بس استغربت في البداية، يعني في العقد مكتوب نجيب محفوظ وهنا مكتوب دار السكرية. طيب. كانت صدمة بالنسبة لي، يعني أنا متفقة مع نجيب محفوظ، كيف يطلع لي الكتاب مكتوب دار السكرية؟ سألتي؟ سألته قال تم تغيير المسمى، كيف تغيير المسمى في لحظة في خلال 4 أيام 5 أيام يتم تغيير كل حاجة؟ طيب إلى ماذا وصلتم؟ وصلت بعدها طلعت الحقائق ان اساسا التوزيع ما تتوزع، بعدها اكتشفت انه ما يتوزع في المكتبات، خاصة انا اللي اكتشفتها كان كاتب في الفيسبوك وعلى تويتر انه يوزع على مكتبة الدوسري في البحرين، وتواصلت مع الاستاذ احمد الدوسري فقال اني بعت المكتبة، واتصل على المكتبة وقالوا اساسا مين موجودة هذه الاصدارات، لا نجيب محفوظ ولا دار السكرية، وكذلك سألت محمد سلامة عن مشاركته في معرض عمان وقال نعم نحن مشاركين، قلت طيب صور لي أبي تصوير أنه أنكم مشاركين بالمعرض، قال إصدارك ما هو مشارك، قلت مو مشكلة بس أني أبغى تصوير أني أشوف الدار مشاركة في المعرض،
فقال لي إن شاء الله راح أصور لك. تواصلت من واحد من إحدى المتابعات أردنية، فراحت للمعرض قالت أستاذة منيرة لم أجد لا دار السكرية ولا نجيب محفوظ. تواصلت معه وكان يتهرب معي، قال إن شاء الله راح نصور لك. ومرت الأيام وهو أساسا لا صور ولا شفت مشاركة لأحد المعارض سواء كانت بعمان أو بالشارقة. طيب بالنسبة لكتابك إيش صار على بقية النسخ والنسخ؟ طبعا أرسل لي 10 نسخ فقط لا غير عن طريق البريد السعودي، وبعدها على أساس أنه بيرسل لي في نهاية الشهر البقايا من النسخ، بس بتكون بالتقسيط على كلامه لحد ما تكتمل يعني 100 نسخة، ولا حصل أي شيء. بعدها دخولي الهاشتاج مع البنات احذروا دار السكرية في تويتر، فجأة سوالي حظر على الفيسبوك. طيب تسمحي لي أنتقل إلى جدة، معي من هناك الكاتب والأديب الأستاذ عمرو العامري، ويمكن الأستاذ عمرو هو من أوائل الناس اللي كتبوا عن هذا الموضوع وبدأ هذا الجدل ربما من حسابه على الفيسبوك. أستاذ عمرو حياك الله في هلا، كيف تصف لنا الموضوع من بدايته وما الذي دعاك إلى كتابة ما كتبته، خاصة أنك واحد من الناس اللي تعاملوا مباشرة مع الدار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك وللسيدات والسادة مشاهدي قناة روتانا، وسعيد بك أخ مفرح اسم على مسمى. حقيقة لم أتوقع أن تصل المشكلة إلى ما وصلت إليه، ولا أن تأخذ هذا الوقت، ولا أن تنحرف أيضا عن مسارها الأدبي والثقافي إلى المسار ألا أخلاقي ومسار الابتزاز والتشويه والشتائم. الموضوع باختصار وحتى لا أقحم السيدات والسادة المشاهدين بتفاصيل كثيرة، توصلت أن دار نجيب محفوظ هي دار وهمية، وأنها دار لا وجود لها، وأنها لا يوجد لها إلا موقعها عبر موقعها على أدوات التواصل الاجتماعي. كيف توصلت إلى هذا؟ وباختصار شديد راسلت الناشرون المصريون، أفادوا أنها غير مقيدة، وكلمة غير مقيدة سنرجع لها. راسلت الناشرون العرب قالوا أنها غير موجودة وغير مقيدة. تواصلت مع بعض المكتبات التي ينشر أنها توزع إنتاج ومطبوعات دار نجيب محفوظ سواء في المملكة العربية السعودية وخارج المملكة في البحرين تحديدا، أفادوا أن لا الدار ولا هذه المطبوعات موجودة. طيب كان في بعض الأصدقاء في القاهرة سنأتي إلى المهم، سنأتي إلى المهم. تواصلت مع بعض الأصدقاء في القاهرة وذهبوا ولم يجدوا إلا مكتب عليه لوحة عقار. نشرت هذه المعلومات في الفيسبوك تحذيرا أو تنبيها للشباب والشابات، قائلا لهم أن دار نجيب محفوظ غير موجودة. لم أمنع أحد، لم أوصي أحد بعد بالطباعة، قلت لهم أن هذه الدار غير موجودة. هنا انفجرت ظاهرتان، دعني أقول الظاهرة الأولى، وصلتني عشرات الشكاوي أو عشرات الحكايات المؤلمة والمفجعة من شباب وشابات تعرضوا إلى عملية عدم الوفاء، دعني أقول بالعقد. الظاهرة الثانية أن محمد سلامة كان يسمي نفسه الدكتور انحرف بالموضوع بالمجمل من مساره الأدبي والثقافي نحو المسار السب والشتائم والقذف والتعريض. أولا ادعى أنني أنا أقود مافيا ناشرين السعوديين وأنني صاحب دار نشر، بالمناسبة صنع لي 3 دور نشر في خلال هذه الأشهر. أعود أقول اتهمني أنني أقود مافيا الناشرين السعوديين، واتهمني أيضا إن لم أسكت وتوقف فسيقوم بنشر صورة زوجتي وبناتي طبعا، وقام حفلة كبيرة من الشتائم لا أستطيع حتى أن أقولها حتى لا أخدش أذان السيدات والسادة المشاهدين. وآخر كان ما لديه نشر صورة هويتي في الشبكة العنكبوتية، وهو ما جعلني أقلق أن لا تستخدم هويتي في أعمال التزوير أو أعمال الإرهاب، ونحن نعرف أعمال الإرهاب الذين يتصيدون مثل هذه الأشياء باستخراج الهواتف والتحويلات المالية. طيب أستاذ عمرو إذا تسمح لي أثمل،
وما أود أن أقوله أن هذا كل هذه لا تهمني. السيد سلامة يعرف أنه لا قضية لي إطلاقا إلا على الانحياز لشبابنا وشاباتنا، وحتى لا يفقدوا الأمل، وحتى نزرع داخلهم ثقافة الحقوق وثقافة الأمل وثقافة المعرفة، لأن أكثرهم شباب وشابات، بعضهم لا يعرف كيف يقاضي وكيف يحصل على حقه. وهذه القضية بالاختصار، وهناك الكثير من التفاصيل التي سنتطرق إليها. أتمنى أكون أجبت على سؤالك. نعم، خليني أرجع لك منيرة. الحين أنتم وصلتم إلى حكاية أنه عمل لك بلوك. نعم. وبالتالي يعني ما عاد في تواصل. ما في تواصل أبدا. ولا تعرفين وش مستقبل كتابك القادم؟ لا. وش الإجراءات اللي أنت ناوية تتخذيها في هذا الشأن؟ أنا طبعا قبل ما يسوي لي بلوك تواصلت معه بطريقة أني انسحبت انسحاب ودي، ما أحب أني أدخل في عراك معه، فقلت أنه العقد أساسا لا يوجد فيه الإلزام أنه أكون معك فقط، هذا المحتوى يكون مشترك للدار، بإمكان أني أشارك في دار أخرى. فقال خلاص مسموح لك تشاركنا في دار أخرى. قدمته لدار أخرى سعودية وتم قبول العمل، وبعدها اتضح ان اساسا هذه الدار دار وهميه من احد المسؤولين من الدور، بحيث انه وضح لي ان هذه الدار اساسا لا صحه لها. بعدها قريت العقد، لاحظت اساسا العقد مو موضح انه اسمه دار السكريه، ما فيها يعني، العقد مبهم جدا يعني، بامكاني. طيب انت في البدايه لما قرات العقد ليش ما سألتي عن كل هذه الأمور؟ إنه لماذا اسم الدار غير مذكور وكل التفاصيل؟ أنا أساساً اتفقت مع دار نجيب محفوظ، ليست مع دار السكرية. إيه، لكن أنت تقولين إنه في العقد الآن لا يوجد ذكر لاسم الدار. لا. طيب بس وهو بس أرسل الختم بس اللي حاطه نجيب محفوظ. قبل ما توافقين على العقد ليش ما تساءلتي عن عدم وجود اسم الدار؟ ما جاء على بالي إنه يعني حاط كذا الطريقة الخطة هذه المبهمة. ما توقعت. وبعدين كثير من البنات كلهم وقعوا العقد، وفي كتاب وكاتبات كبار أكبر مني يعني موافقين معه ومتفقين معه، يعني أجي أنا أقول ليش العقد ما ذكر الاسم؟ يعني هنا استغربت. بعدها اتضح أن أساساً العقد ما له أي صحة. طيب يعني قبل ما ناخذ فاصل قصير، يعني فاصل ثواني، يعني أسألك عن تغيير اسم الدار، لما سألتيه إيش كان تبريره؟ أنا ما سألته عن الدار، أنا ما سألته إيش اسمها، قال أنا في إشكالية فقط مع نجيب محفوظ وغيرنا الاسم لدار السكرية فهي الأفضل، هذا كلامه. حتى تفاجأت أنا في تويتر لما شفت الحساب. أنت عندك مشكلة مع تغيير اسم الدار ولا المهم أنه يطبع الكتاب؟ لا، أنا في كل الأحوال أهم شيء عندي المصداقية، مصداقية العقد ومصداقية في الكتاب، مصداقية في التوزيع، ومصداقية أيضا في المشاركات في المعارض. طيب تسمحي لي بس ناخذ فاصل قصير جدا ونرجع نكمل حوارنا مع الروائية منيرة سعد والأديب والكاتب الأستاذ عمرو العامري. حياكم الله من جديد في هلا، ما زال الحوار مستمرا مع الأستاذة منيرة سعد والأستاذ عمرو العامري حول الإشكالات التي تدور حول إحدى دور النشر العربية مع المؤلفين السعوديين أو مع بعضهم. يسعدني في هذه اللحظات أن يكون معي على الهاتف واحد من أطراف القضية المهمين، الأستاذ محمد سلامة، وهو صاحب دار السكرية للنشر في مصر. أستاذ محمد حياك الله في هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. طيب. حبيب مفرح، أتمنىك بخير ونصحة ومعافية، حيث كان اللقاء الثاني واللقاء الأول كان من سنوات. طيب. أحييك لأنك لازلت ضوء الغيم، تفضل. أهلا بك أستاذ محمد، نرحب بك ونشكر لك تجاوبك معنا. القضية مثارة كما تتابع، هناك أكثر من نقاط، كثير من الأشخاص يودون أن يسمعوا إجاباتها منك. نبدأ القضية الأولى، اسمعني، القضية الأولى كثير يشتكون من تغيير اسم الدار من نجيب محفوظ إلى السكرية إلى دار كلمة، ما سر وحكاية هذا التغيير في المسمى؟ الإجابة الآن بين عقد، الأستاذة منيرة لا تفتح العقد أمام
الشاشة والسادة المشاهدين المتابعين. فأتمنى أن ترفع العقد الآن أمام الكاميرا ثم تجد الإجابة. إيش الإجابة؟ وريني العقد يا أستاذة منيرة. ماذا تقصد بالإجابة؟ أين في أي نقطة من العقد بالتحديد؟ لا، العقد أمام الكاميرا. طيب هذا هو، اتفق الطرفان الموظفة معلوماتهم الشخصية على ما يلي. أخي مفرع، أداء العقد أمام الكاميرا أولا. طيب هذا هو أمام الكاميرا. أخي الحبيب، أين كلمة نجيب محفوظ داخل العقد؟ لا توجد. إذن البينة على من دعا واليمين على من أنكر. ثم بعد، وأما ليست قضيتي الآن هنا، ولست أنا هنا على شاشة لأجل أن أرد على كلمات استهلاكية أو كلام مرسل، هذا أمر مرفوض تماما. أنا الآن أحمل قضية ل150 مبدع، السبب في كيفيه التعامل في معرض جدة هو عمرو العمري، ثم سأسرد الآن الحقائق بين بعد أن وافقت أن أعود إليك وأطلع على هذا البرنامج القيم. نعم. بعد أن اتخذت جميع الإقرارات القانونية ومن خلال هذا المنبر الحر أتقدم ببلاغا رسميا إلى السيد وزير الداخلية السعودي. إيه؟ ثم إلى النائب العام السعودي لما تطرحه من قضية كبيرة وشائكة. طيب أولا، لقد قمنا بالالتزام الكامل مع السيدة منيرة، وقد أرسلت لها كما تقول في فترة أسرع من البرق. إيه؟ 10 نسخ، ولم نتعامل مع الغلاف بالشكل الذي طلبته أو الإخراج بناء على طلبها، والرسائل لازالت موجودة. ثانيا، هي لازالت على قائمة ولم تحظر. ثالثا، المئة نسخة الآن في مخازن السار الصغير بالرياض، حيث هناك مندوبنا حاول كثيرا الاتصال بي، وقد أرسلت لك هاتف السيد راضي من طرف الأستاذ مصطفى السار الصغير في الرياض. هذا ما يخص السيدة منيرة، ولقد استلمت نسخها وبعد ذلك بكل أدب طلبت فسخ العقد، وقد وافقت على ذلك وانتهى أمرها، والنسخ لديها ونبيع ونوزع كما كأنها بالعقد احتراما لميثاق الأدب. طيب، لسنا تجارا للأدب، هذا أولا. طيب لحظة أستاذ محمد، لحظة الحين أستاذة منيرة، أنت تسمعي الكلام اللي يقوله؟ نعم. أنت استلمتي نسخك؟ نسخ 10 نعم، نسخ فقط. نعم، العشر نسخ أمامها سيد مفرح. إيه؟ والباقي مع السيد راضي الآن في الجمارك، لابد أن تستلم، لأن في جميع الأحوال سيكون الاستلام رسميا من خلال جهة الشرطة الرسمية للاستلام. طيب لحظة أستاذ محمد، بس عشان ما نتجاوز النقطة من غير ما نحلها، خلي الأستاذة منيرة تتداخل معاك. نعم. تفضلي. أساسا ما وصلتني إلا 10 نسخ. ثاني شيء، العقد أساسا مكتوب نجيب محفوظ، وداخل الكتاب موجود دار السكرية. لا، العقد ليس به نجيب محفوظ. الأخ مفرح الآن رفع العقد، ما في نجيب محفوظ. الختمة، ها؟ الختم اللي فوق، هو في ختم باسم نجيب محفوظ؟ ليس ختما، هذا ختم السكرية بأرقام إلا فعلا. طيب هذه العلامة، علامة دار نجيب محفوظ، تدل على ماذا؟ ليست علامة، هناك حوالين الدائرة ستجد سين ترخيص باسم السكرية ثم رقم اتحاد الناشرين المصريين. ثم أنا أرسلت يا رجل يا أستاذ محمد، الأستاذة تقول دارا وهمية، وأنا أرسلت لك جواب اتحاد الناشرين أننا مقيدين لديها. صحيح، بس لحظة، هذا اتهام باطل. لحظة، العقد في يدي الآن، مكتوب دار نجيب محفوظ الثقافية في العلامة اللي على يسار العقد، على يساره ويمينه. لهذا العقد ليس لنا، العقد الذي لنا بنفس اللوجو هذا لدار السكرية، وقد أرسلت لك اللوجو. لا، اللوجو الموجود في العقد الذي بين يدي الآن هو لدار نجيب محفوظ. أخي الحبيب، بعد إذنك ارفع العقد قليلا. هذا هو. أين توقيعي على العقد؟ هذا هو الطرف الأول، محمد سلامة، في 15/8/2017. هذا هو في الأسفل على اليمين، وهنا في الأعلى. هذا التوقيع ليس توقيعي، هذا أولا. هذه قضية ثانية. هذه قضية ثانية. هو دار السكرية الذي نسمله، لذلك قلت لك ارفع العقد حتى أراه. أي، هذا هو العقد. يعني أنت تقول الآن إنه هذا العقد غير صحيح؟ نعم، والعقد الذي صحيح أرسلته لك على الواتساب الخاص بالأستاذة منيرة. أرسلته لي على الواتساب؟
نعم وايضا ارسلت لك عقد السيد عمرو العمري. طيب الان هذا العقد غير صحيح اللي في يدي الان الذي به لوجو جنيد محفوظ ليس لنا به علاقه نهائيا حيث ان الدار اسمها كلمه وتحولت للسكريه. ماذا تقولين يا سيدي؟ الاخوات ارسلوا لي عقودهم صور منها تختلف. اذكر الاسماء ولا لا الحين؟ هذا العقد هذا عقدي انا اللي ارسله محمد سلامه. البنات ارسلوا لي عقودهم، كذلك الشباب ارسلوا لي عقودهم، تختلف جميع العقود من شخص لشخص، من شخص لشخص، كل واحد تختلف عقوده. ما هي عقد واحد، ما هو شكل واحد، لا تختلف العقود. طيب الان هي تقول لك بان هذا العقد الذي ارسلته لها. أخي مفرح أنا سمعتك، دعني أتحدث طيب معك. طيب كمل ونعود لهذه النقطة. أكمل حتى لا ندخل في أمور. نعم. الأخت طيب منيرة وصلت إليها النسخ، والآن هناك 100 نسخة، لا يهم كما تقول، الآن 100 نسخة الآن في السعودية، ونسخها توزع في مكتبات كثيرة، وقد قمنا بتنزيل فيديو كامل أمامها وأمام غيرها وموجود على الصفحة. جميل. ما هي المكتبات التي توزع فيها؟ مبتدأ، ليلى، آفاق، أقلام، مدبولي، الأمين، الشروق، وعمر ستوربوك. لا لا في السعودية الكثير يعني الذاكرة لا تسعى، ولكن ليس كما قالت 197 مكتبة في السعودية. هل كانت وزارة الثقافة لن تستطيع أن تتوزع في 197 مكتبة، ولكن يتعدى 45 مكتبة بالنسبة للمكتبات بعضها في الدول العربية والمكتبات. وبالنسبة للأخت منيرة كيف نوزع لها كتابا قد تم الانتهاء منه من 15 يوما، حيث أن العقد كان 15/8 أو 15/8، ثم أصبح الانتهاء من الكتاب 15/10، ثم سأتحدث الآن بما يختص الكتب. لماذا لم تستلمها؟ حيث أن تعلم أن الكتاب الذي يدخل السعودية لابد له من فتح سعودي، وهذا ما تقوم به شركة السير الصغير بجانب الإجراءات في الجمارك، فهذا يؤخر عملية الاستلام لدى طيب. المبدع، وهنا يشعر بالقلق بعد أن حصل أو حدث بعض من أمور التشهير. طيب. الأمر باختصار، الأستاذة منيرة التي قالت أنها عملت معنا مباشرة، هي لم تأتي لنا مباشرة، بل أتت من طرف مندوبا يعمل من السعودية، شابا يدعى عماد اليماني، وهو من جلب أكثر من 10 مبدعات، وهو من تقاضى عليهم، بمعنى أن الأخت منيرة إن كان عقدها معنا كما تقول بمبلغ ضئيل، هذا صحيح، هذا المبلغ الضئيل خرج منه $100، وكل ذلك مثبت قانونيا من خلال مباحث جرائم الإنترنت، هذا أولا. وبعد أن استقاد على 10 مبدعين طلب بوضع يبتز $200، أي يرفع، فرفضنا الأمر، فذهب للأخت منيرة التي جالسة أمامك وبدأ يقول لها أن الدار هذه مشبوهة، هي والأخت خلود الخريمي وأسماء المالكي وأيضا نجود حسن التي طبعت معنا من 6 أشهر، هذا أولا. ثانيا فيما يخص الأستاذ عمرو العمري، العقد واضح بيني وبينه كمؤلف وناشر. طيب لحظة يا أستاذ محمد، أستاذ محمد الأستاذ عمرو معنا وسأجعله يتحدث معك حول موضوعه، لكن قبل أن نذهب إلى الأستاذ عمرو أجبني على بقية النقاط وبعدين نروح للأستاذ عمرو. ماشي انا معك. طيب تفضل. طيب احنا تكلمنا على فكره تغيير الاسم، وانت تقول انه اساسا ما في حاجه اسمها نجيب محفوظ، انتم بداتم بالسكريه صح؟ نحن بدانا بكلمه. ايوه. وانت تعلم ان لكلمه او للسكريه او لروتانا خليجيه هناك سمه تجاريه تسمى باللوجو. طيب اللوجو الذي امامك كان يخصنا نحن، هو صوره كما كانت الرمز لاحمد شوقي في الشعر زمان في كلمه، وحولها حول اللوجو الرخصة أو طيب الرقم الرقم لاتحاد الناشرين كرخصة، وأنك لك سجل تجاري، وهذه التي تثبت أنك لست دار وهمية كما يقال، تختار طيب رمزا أدبيا حيث أنك تعمل في المجال الثقافي. طيب اسمعني يا أستاذ محمد، الآن من ضمن الأشياء أنك كنت تعدهم بالتوزيع في أوروبا وفي السعودية، كيف ستوزعون في أوروبا؟ نعم سيدي، فقط المترجم، لكن عندما تطبع أنت باللغة العربية فكيف أوزع لك في أوروبا؟ وهذا كان الأمر يخص بما يخص السيد عمرو العمري،
والأصحاب بلا تعدي وبعض من قمنا لهم بالترجمة. طيب. أما بخصوص الأخت منيرة فهي كتابا عربيا، وللعلم الأخت منيرة كتابة قد انتهينا منه منذ 15 يوما، العقد حديث أمامك. طيب اسمح لي الآن نتحدث عن سيكولوجية التوزيع لكتاب لم يمر عليه على الأقل شهرين. طيب اسمح لي الآن النور. الأستاذ عمرو العامري معنا يريد أن يتداخل معك، ودعنا نسمع. أستاذ عمرو تسمعني؟ لابد أن أرد على عمرو العامري فيما اتهمه اتهام باطل. طيب لحظة سأعطيك وقتك للحديث. أستاذ عمرو، هذا الأستاذ محمد سلامة معنا على الهاتف، ماذا تريد أن تقول له؟ أمسي بالخير على السيد محمد سلامة وأقول أنه أبدا غير صادق فيما يقول. عندما تنصل من دار نجيب محفوظ، دار نجيب محفوظ ظلت في مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 8 أشهر، ولو في كاميرا لأوضحتها ولكن للأسف ما في. هنا أمامي أحدث إصدارات مؤسسة نجيب محفوظ الثقافية، وهنا أيضا أمامي أحدث إصدارات نجيب محفوظ الثقافية، وأيضا أمامي هنا احتفاء ب110 مبدعين لمؤسسة نجيب محفوظ الثقافية ستكون على 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 ضفاف النيل. فهو عندما قال أنه لا توجد نجيب محفوظ إنما كلمة ثم السكرية هو كلام غير صحيح. دار نجيب محفوظ ظلت تصطاد بها الناس لمدة 8 أشهر، وعندما أشهرنا أنها غير موجودة ماتت في يوم 11/10 وولدت يوم 12/10 دار السكرية، ونشر في الفيسبوك، وهذا مثبت لدينا أنه من أجل التطوير فقد تم التغيير إلى دار السكرية، ثم أحضر شهادة من اتحاد الناشرين المصريين كما يقول أنها دار السكرية، ثم من بعد أسبوع أحضر ورقة أنه سيتم تحويل دار كلمة إلى دار السكرية، وكلها بنفس الرقم 817 على ما أعتقد. والعقد الذي بين يدي السيدة منيرة هو عقد صحيح مرسل منه وعليه دار نجيب محفوظ، وكل الدلائل تشير أنه كانت هناك دار نجيب محفوظ على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى إنستغرام. نعم. ثم بعد أن كشفناها بادر إلى حذفها. جميل. هذا ما أقوله للسيد، وحتى لا يعلو صوته ولا يعلو صوت على صوت الحق. أما ما يهددني به فبيني وبينه النواحي القانونية، ولي يفعل ما يشاء، ونحن في السعودية بلد القانون ولا نخاف إلا من الله ثم القانون. طيب أستاذ محمد سلامة بماذا ترد؟ أرد علي أن كل ما قاله فوتوشوب، وأنه ليس رجلا مختصا قانونيا حتى يجزم بما يقوله، فما يفعله يمكن لأي طفل صغير أن أفعله. لقد أثبتنا كل ما قاله من خلال شكوى إلى اتحاد الناشرين المصريين التي قامت برد أنه كلاما مستهلكا مرسلا ليس له أساس من الصحة، وقد أثبت ذلك في مباحث جرائم الإنترنت التي دخلت بنفسها وقد وضعت أمورا كثيرا أو كثيرة حول هذا الأمر. إن كنت تسمح لي أن أتحدث به فليبرز عقده السيد عمرو العامري الآن، ولنرى عقده الذي تحدث عنه باسم نجيب محفوظ. أستاذ عمر عندك معك العقد سيد عمرو، أو أنني أرسلته. لم أتحدث عقد، وليس لي قضية، ليس لي لم أتحدث عقد، لكن وليس لي قضية مع السيد نجيب محفوظ. أنت حرمتنا والذي وتواصل معي في الأسبوع الماضي وحاول أن يصالحني، تواصل معي السبت بكل أدب. طيب لحظة يا أستاذ محمد دعني أتكلم. طيب أستاذ عمرو لحظة بس. طيب الحلقة يعني. أنا حاضر لو سمحتم لحظة أستاذ عمرو الآن، يعني في دقيقة قل ما لديك. هل أنا لم أتحدث عن قضية شخصية؟ وليس لي قضية معه شخصية. أنا أتحدث لحظة يا أستاذ محمد. يا أستاذ محمد لو سمحت خلينا نسمع ماذا يقول الأستاذ عمرو وستتحدث أنت فقط حتى نستطيع أن ندير الحوار بشكل جيد، يعني من غير المعقول أن الكل يتحدث. كلما نشر على صفحات البوك لمدة 8 أشهر فوتوشوب يعمله طفل صغير، هناك عشرات الشواهد، هناك عشرات الضحايا الذين صوروها محتفظين بها، مستعد أن نقدمها لكل الجهات القانونية أن يعمله طفل صغير فليقل ما يشاء ما أقوله أنه
إنسان غير صادق فيما يقول. أنا أسأله سؤال ودعني أجيب. يا أستاذ محمد، إلى كلمة، إلى إنجاز. أنا أعرف يا عبر الصحف وتجمعنا منهم من خلال يا رجل اسمعني بس اسمعني، إهدى، سيأتي دورك في الحديث، سيأتي. قل سؤالك يا أستاذ عمرو. أنا أعرف أن دار الشروق هي أعرف أن دار الشروق هي دار الشروق، ودار الساقي هي دار الساقي. فلماذا السيد سلامة لديه دار نجيب محفوظ، ودار السكرية، ودار كلمة، ودار إنجاز؟ لماذا هذا هذه المسرحية؟ طيب. لماذا؟ أريد أن أجيب عليه على هذا السؤال. طيب وصل سؤالك اتصار. وصل سؤالك لو سمحت. الحديث الآن للأستاذ محمد. أستاذ محمد يسألك الأستاذ عمرو، لماذا لديك هذه الأربع مسميات للدار؟ أستاذ مفرح، الإجابة لديك على الواتس آب، لقد أرسلت لك يا حبيب أخي. لا 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 دعك مني، جاوب للناس، جاوب للناس الآن لماذا. لم أولا لم أكتب عقد بما كل ما ذكره إلا كلمة، وهذا كان آخر عقد من حوالي 6 أشهر أو 4 أشهر أو 3 أشهر، وثم بعد ذلك السكرية. هذا أولا. ثانيا، دائما البينة على من دعا واليمين على من أنكر، فهل الآن هو يقول كلاما مرسل؟ فليبرز لي عقدا كما أرسلت لك على الواتساب. ثالثا أخي، أنت تعلم جيدا المهنية في الإعلام، هل يصح أن يخرج أخي مفرح من خلال جريدة مثل عكاظ لسعد الشامي أو جمال الزايبي من خلال صحفي يدعى علي فايع لا يكتب إلا اللص المحتال محمد فلاني الفلاني صاحب درف؟ على أي أساس؟ هل هو تقصى الحقائق؟ هل هو عاد إلينا؟ أنا لا أتحدث هنا من أجل السكرية ولا من أجل كلمة ولا نجيب محفوظ ولا الشروق، أنا أتحدث باسم 150 مبدع. قام عمرو العامري بعدم دخولهم لدار جدة أو معرض جدة بنفوذه، وعندما نتحدث أقول لك نحن دولة القانون، ولذلك نثبت نتمنى من كل المحامين الشرفاء في السعودية إكمال إجراءاتنا بعد أن فتح الملف النائب العام المصري وحدد بها جلحة مختصة يختص بها عمرو العامري. سعد الخشمي، علي فايع، منيرة سعد، خلود الخريمي، الأخ عماد بصلاوي الذي فرض علينا شراكة الأكبر لأسنان رفيعة المستوى. طيب. داخل المملكة والوسائل أثبتت بذلك. طيب نحن هددنا والآن نحن مشاركين ولدينا عقود ومنعنا من الدخول بجدة بسبب عمرو العامري. طيب لو سمحت. طيب يا عيد فرحة. طيب. بسبب عمرو العامري. يا أستاذ محمد لو سمحت، لو سمحت، يعني نحن نتحدث أمام الناس ونتحدث في مكان يليق به أن نتحدث بصوت يعني متواضع للجميع، يعني رفع الصوت بهذه الطريقة غير مجدي للحوار، يعني اهدى حتى نستطيع أن نتحاور بشكل جيد. الآن أنت تريد أن يعني الأستاذ علي فايع وغيره وصحيفة عكاظ لهم حق الرد، لكن أنت الآن تتهم، اسمعني بس اسمعني لحظة لحظة من أجل أن ندير الحوار، أنت الآن تتهم الأستاذ عمرو العامري بأنه منعكم من الحضور في معرض جدة الدولي للكتاب، صحيح؟ خلينا نسمع رد الأستاذ عمرو. اهدى بس حبيب، أكون متطفح ولا تقرأ. طيب طيب أستاذ عمرو تفضل أجب، هل منعت محمد سلامة ودار نشره من المشاركة في معرض جدة؟ كما قلت أنت للسيد سلامة، أتمنى أن يهدى حتى ندير حوارا ثقافيا يليق بالمشاهدين. بس جاوبني باختصار لأن الوقت تقريبا انتهى من عندي. من هو عمرو العامري الذي يستطيع أن يمنع محمد سلامة؟ محمد سلامة أساء لنا وتجاوزنا الإساءة، هو الآن يسيء إلى المملكة العربية السعودية، هو الآن يسيء إلى المملكة العربية السعودية وإلى أجهزتها عندما يقول أنه منعت وأنه هدد بالقتل. هل هذا يحدث في بلدنا أن يهدد أحد بالقتل؟ من أنا حتى أهدد محمد بالسلامة وأمنعه؟ طيب وصلت رسالتك يا أستاذ عمرو، وصلت إجابتك يا أستاذ محمد. الآن في دقيقة واحدة متبقية اختم بما تشاء معنا، ماذا تريد أن تقول؟ قضية وهم إبداعي. أيه؟ لا نبني شهرة لمحمد سلامة وعمرو العامري، دعونا أن نثبت حق المبدعين. دار السكرية لم تطبع معظم المبدعين بمالا، هناك مبدعين فقراء مثقفين لكن لا يملكون حق رخيف الخبز، فليدعنا نكمل مطيرتنا وليبعد عنا كل من يحاول التشهير بنا بدون وجه حق. طيب. ليس للمجاملة عمرو العامري أن يخرج أحدهم ويقول النصاب المحتال، إن كان لهم حق لدي قانونين فليأخذناه كما أخذته أنا،
أنا أطالب بمحامين يكمل بقية الإجراءات، هناك أمور كثيرة لا أستطيع أن أفصح بها قانونيا. طيب طيب، لك حقك القانوني كما تحب، وأنا أشكر لك حضورك معنا فيها. هلا الأستاذ محمد سلامة، شكرا لك. منيرة، قبل ما أختم أيضا مع عمرو، معلش إذا تجاوزت شوي في الوقت يا شباب، بكلمة أخيرة إيش تحب تقولي بخصوص هذه القضية؟ أول، التوزيع ليس هو صحيح أنه يوزع على كل المكتبات، بالعكس يعطي بس نسخ واحدة. ثاني شيء، العقود مختلفة من شخص لشخص. ثاني شيء، يطلب أيضا من العرض اللي عرض عليه، وعرض قال لي إذا جبتي مثلا 10 كتاب أو كاتبات سعوديات راح يكون الإصدار الثاني مجاني لك. وثاني شيء ياخذ أيضا، أنا ما أخذ مني بس من الأخوات، أخذ العضوية ودفعوا لها فلوس على العضوية. طيب. كذلك واحدة من الأخوات لم يكون هنالك في شعار دار السكرية، طلب منها فلوس عشان الطبعة الثانية يكون لها شعار. طيب شكرا لك أستاذ عمر، أبعطيك نصف دقيقة ليس أكثر لتختم فيها بما تشاء. شكرا لك أستاذي، ليس قضيتنا مع السكرية ولا مع نجيب محفوظ ولا إنجاز، ولا قضيتنا مع شخص محمد سلامة. وأيضا من هذا المنبر نوجه خطابنا إلى المسؤولين، احموا شبابنا، احموا شاباتنا من الوقوع في براثن الابتزاز، ولا يصح في النهاية إلا الصحيح. شكرا لك الأستاذ عمرو العامري، كنت معي من جدة، الأستاذ منيرة سعد هنا في الاستديو، والأستاذ محمد سلامة كان معي عبر الهاتف. حاولنا يعني أن نفكك كثير من غموض هذه القضية. شخصيا أعتقد أنه ما زال هناك غموض في هذه القضية يحتاج إلى حوارات من أجل أن يتضح أكثر. أتمنى أن نكون قدمنا ولو شيء من الحقيقة حول الفكرة، حول الموضوع. سمعتم صوت محمد سلامة، سمعتم صوت عمرو العامري، سمعتم صوت منيرة سعد، وهي مثلت أصوات كثير من الذين يقولون أنهم تضرروا من هذه الدار. يبقى في الأول والأخير أنتم الحكم في كل هذه القضية. فاصل ومكملين معكم فيها.